السلام عليكم. اليوم جايبه لكم معي وصفه لكيكه كتير طيبه، اللي هي كيكه القرع او القرع، البامكن كيك. حتدمنوها لو جربتوها لانها غنيه بنكهات وطعمها جدا طيب. مقاديرها كمقادير اي كيكه عاديه، عباره بدايه عن 4 بيضات وكوب ونصف سكر وربع كوب حليب وكوبين طحين منخولين وكوب تقريبا من البامكن او القرع المسلوق ومهروس. انا سلقته تقريبا لمده ربع ساعه مع معلقتين سكر مع ربع كوب مي، فهرسته بعدين واعطاني هذا الشكل وخليته يبرد لاستخدمه للكيكه. وهستخدم معاه كمان نصف كوب من الجزر ونصف كوب من جوز الهند ومعلقتين لبن رايب ومعلقتين قرفه كبار، وكذلك حستخدم رشه جوز الطيب، هذا حسب رغبتك ان حبيتي بعطيها نكهه طيبه. حبدأ بداية بخفق البيض، 4 بيضات على سرعة عالية جدا مع الفانيلا. لازم أتأكد أول شيء إن البيض أموره تمام وصالح للاستخدام، لأنه أحيانا بكون في بيض فيه شوية مشاكل. فبخفق البيض على سرعة عالية مع كوب ونصف السكر، وكمان بضيف معهم زيت الذرة، بخفقهم لمدة 5 دقائق حتى أحصل على هذا المزيج الكريمي ويتضاعف حجم البيض. بعدين بضيف السوائل تدريجي، بهدي سرعة الخلاط، بضيف ربع كوب الحليب تدريجي مع الطحين، أهم شيء يكون طحين منخول، وبضيف القرع المهروس. القرع حيعطيني سيولة ولزوجة للكيك، فبكتفي في كمية صغيرة من السوائل. حضيف معلقتين قرفة كبار ورشة جوز الطيب، وبكمل بإضافة الطحين بشكل تدريجي، ما بضيف الطحين مرة واحدة بس أحافظ على هشاشة الكيكة. حضيف كمان سر لهشاشة الكيكة، معلقتين لبن رايب اللي هو زبادي مع رشة كربونات الصوديوم بتعطيها هشاشة للكيكة، ومعلقتين كبار بيكنج باودر، وأضفتهم زي ما انتم شايفين مكسرات مجروشة ومطحونة من عين جمل وجوز ولوز. شوفوا كيف كثافة المزيج صارت مناسبة ورائعة. بضيفها بقلب كيك مدهون زبدة وطحين، وكمان ممكن في نفس خليط الكيك اعمل كب كيك او مافن بهاي الطريقه، وبوزعه تلات ارباع الخليط، يكون تلات ارباع قالب الكيك وتلات ارباع بحجم ورقه المافن بهالطريقه تماما. الفرن بيكون جاهز مسبقا على حراره 350 فهرنهايت لفرن الكهرباء و180 درجه مئويه للفرن العادي. بحط قلب الكيك 45 دقيقة بالضبط بحتاج. بعد نص ساعة من حط قلب الكيك ممكن أحط المافن، لأنه بأخذ ربع ساعة لـ20 دقيقة زي ما حكينا، النار هادية. وما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا شكل قلب الكيك، طلع طعمها وريحتها عبت البيت وطعمها جدا طيب، فلازم تجربوها. وكمان الحلوة لأولادكم الصغار يحبوا الكيك بنكهات كتير رائعة. شوفوا ما شاء الله كيف هشاشة الكيكة من جوا، وما شاء الله ريحتها كانت معبي البيت. فجربوها ولا تنسوني من دائما من الدعاء، وان شاء الله تعجبكم الوصفة واللايك والسبسكرايب ليصلكم كل ما هو جديد. وصحة وعافية.